السلام عليكم ورحمة الله. بداية نكسو صلاة على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. شلونكم؟ شلون صحتكم؟ إن شاء الله بخير. الله يسعد لكم يا أخوان. أنا الحمد لله بخير وأموري تمام، وشكرا لكل شخص سأل عني ماهر وين قاطع، وين رحت، إيش صار معك يا أخوان. قبل كم يوم أنا طلعت فيديو وذكرت لكم أنه يا أخوان أنا عندي ظروف كثير كثير قاسية، ولكن يا أخوان الحمد لله على كل حال لحد الآن ما حلت هذه الظروف. ومثل ما تشوفون يا أخوان أنا حاليا عم أسجل المقدمة بس بصوت، ما في فيس كام لأنه أنا مو بالبيت حرفيا. أول شيء يا أخوان أنا بخير الحمد لله يا أخوان، عم أدور على بيت، والبيوت عندنا كثير كثير صعبة بتركيا لأنه تعرفون في زلازل وكذا، في ضغط على البيوت. لهذا السبب يا إخوان أنا قاطع هذه الفترة، أوكي؟ في إخوان إن شاء الله يومين ثلاث بالكثير بالكثير، يومين ثلاث أربع أيام راجع لكم بشيء جدا جدا قوي، وانتظروني. أنا بخير الحمد لله وشكرا لكل شخص سأل عني. في إخوان مثل ما شفتوا بعنوان الفيديو، مثل ما شفتوا بالصورة المسقرة، هذا الفيديو أفضل جلتش وحجم لزر الحركة يخلي عندك اللاعب جدا أسطوري، حركتك كثير سريعة والدوج يصير عندك شيء جدا جدا قوي، أوكي إخوان؟ فأتمنى دعم المقطع باللايك، المهم اشترك بالقناة كمان اشترك. مثل ما ذكرت يا اخوان عندي ظروف كثير صعبه، وان شاء الله ارجع لكم باقرب وقت. كمان يا اخوان تابعوني على الانستا، رابط الانستا تلاقونه بالوصف. كمان يا اخوان عم اعطي ستوريات واعطيكم الاحداث اللي عم تصير معي شوي شوي ان شاء الله، وارد على الجميع. خليكم مع الفيديو ومشاهده ممتعه. نبدا ونقول بسم الله. طبعا يا اخوان حاليا راح نعمل الجلتش مع بعض بالشكل الصحيح، ركزوا منيح منيح يا اخوان عشان تعرفون تعملون هذا الجلتش بالشكل الصحيح. حاليا يا اخوان نعمل الجلتش من داخل تصوير الجوال، بعدين كمان حطيت لكم هاند كام اوضح لكم الطريقه بشكل افضل. طبعا يا اخوان مثل ما تشوفون هذا حجم دولاب الحركه او عيار دولاب الحركه اول مستوى على حسب ما تسمونه، نخلي اصبعتنا عليه. مثلا نخلي حجم دولاب الحركه 120 130 140 الحجم اللي بدك اياه، لا تشيل اصبعتك اللي هي على مستوى دولاب الحركه، المس باصبعتك الثانيه على هذا الخط الاصفر، اصبعك اللي حاطه على عيار دولاب الحركه لا تشيله، خليه هناك، وبعدين اصبعك الثاني خليه على هذا الخط الاصفر وزقر فيه يا اخوان. بهذا الطريقه تعملون افضل جلتش رسميا لدولاب الحركه. طبعا يا اخوان حاليا ننتقل على الهاند كام عشان اوضح لكم اكثر. طبعا يا اخوان حاليا ننتقل على الهاند كام، ركزوا معي منيح خطوه بخطوه، ترى طريقه جدا سهله وما بدها شيء. مثل ما ذكرت يا اخوان اصبعتنا اليمين اخليها على مستوى دولاب الحركه او على عيار دولاب الحركه، نخلي مثلا زر الحركه 120 130 على الحجم اللي بدك اياه، بعدين بايدنا اليسار نضغط على هذا الخط الاصفر ونسقر فيه، اوكي يا اخوان؟ بعد ما نضغط مثل ما تشوفون بعد ما نضغط على الخط الاصفر احنا اصبعتنا اليمين لساتها على مستوى دولاب الحركه، نسقر ونكبر فيه. مثل ما ذكرت يا اخوان بعض الناس تخلي هذا الخط الاصفر بنص دولاب الحركه، فهذا خطا وخطا جدا كبير. يا اخوان هاي افضل طريقه وافضل جلتش انا صار لي استخدمها تقريبا سنتين او ثلاث، انجز شيء جدا اسطوري بالدوتش، دولاب الحركه يظل عندك سريع وما في اي اخطاء. اتمنى دعم المقطع باللايك، المهم اشترك بالقناه كمان اشترك. حاليا اخليكم مع روم كثير كثير قوي واكيد راح ينال على اعجابكم، وراجع لكم باقرب وقت. تابعوني على الانستا عشان تشوفون يومياتي اول باول. دمتم في رعايه الله، مشاهده ممتعه. كمان يا اخوان مثل ما تشوفون مثل انا ما عملت الجلتش تماما، اوكي؟ مثل ما تشوفون يا اخوان رسميا هذا الجلتش انا استخدمه من قبل سنتين. بسم الله. طبعا يا اخوان انا زمان عن اللعبه، زمان عن المستودع، زمان عن الكلاسيك، يعني يا اخوان قسم بالله عندي ظروف ونقلت البيت عملتني مشكله والله، لا بصوت لا يوتيوب. اوه على الدمج. لهذا السبب يا اخوان وربي قاطع عنكم، بس ان شاء الله معوضه معوضه باذن الله يا اخوان. هاي كريزي هاي. عمري تعدينك على الدوتش. تفضل. الهيد. شوفوا يا اخوان البيري فاير بهيك موقف اجباري. لانه انا اصلا دمي لو. تفضل. انمي داون. كريزي انت تجيني من نفس المكان، ايش فيك بلاي؟ بس نحن متفقين مواجهة اوبن. والله كريزي حيطلع تسائل قسم بالله.
team. إخوان قولوا لي ماهر يوسف ما يجيب هيد شوت أو لقطات أو اتفاقية بربكم بس. يا عمري يسعد دينك يا وحش. ربي ما شافني يا اخوان المعلومه يعني كريزي ورب العزه لعيب يا اخوان يعني كريزي ما شاء الله يستلم عندي الحزات لعيب المستودع بس انا شكلي انا ميت خلاص طلع انا ميت ميت رسميا كريزي شكله النت عنده مو زياده بين ملقلق كريزي علق اللي عندك بوي half of the match is over and the blue team is in the lead reloading اكل دبل هذه كفي كيف بدي العب من كريزي يا اخوان ما شاء الله دولاب الحركه بالدوتش نار نار رسميا نار وربي بالدوتش باليمين يسار مثل ما تشوفون شوفون يا اخوان يعني دولاب ولا غلطه ابدا هو عنده لاج شوي حاضر من اخوانا رجع المفاجئ نار كانت الله لا ضارب من طلقه بشيني لو في طلق شلتها كم اسرع من هيك دولاب حركة يا اخوان وربي ما حساكم اسرع من هيك دولاب حركة مايك ما اشتغلت اصلا مظلة بدي طلق اوف كفر مي كيل كيز عند البنج 1000 رسميا شوف يا اخوان البنجو ضعيف عن جد ياثر عليه على حاله على فكره Expired. والله اجيت اعمل جمب ولكن الجمب ما صار من هذا هاكر ماهر ماهر هاكر خالص team is in the lead. The red team doesn't have a lot of time left. No mercy. Cover me. بريزي هو المنت المنور. بس امشي يا اخوان بس شوفكم الحركه.
اكره هاي حساسيه رسميا اكره يا اخوان هاي اكره والله عظيم مو طبيعي. الله يسعد لكم يا اخوان. هاي الحساسيه بشكل كامل. اوكي ايش هاي ايش صار؟ طيب والله خلينا نطلع برا بعدين اعطيكم الحساسيه. هاي الحساسيه يا اخوان ولكن اعطيكم الكود مباشره لانه بعض الناس ما تاخذ الحساسيه بشكل كامل اكيد. طبعا يا اخوان ان شاء الله راجع لكم شيء جدا جدا قوي. ان شاء الله بس اخلص ظروفي يا اخوان. ادعوا لي بالخير. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اوصيكم ثم اوصيكم بتقوى الله. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.